فضيلة الشيخ، المصلي الذي لا يقام أو المصلى الذي لا يقام فيه إلا فرض واحد ويؤذن فيه، هل تلزم فيه تحية المسجد؟ المصلى ليس مسجدا وليس له أحكام المسجد، فلا يصلي فيه تحية المسجد، إنما إذا أراد أن يتنفل تنفلا مطلقا فله ذلك، لكن لا تشرع أحكام المسجد للمصلى، إنما هذا في المسجد خاصة المهيأ للصلاة بصفة دائمة، وهو مسجد بجميع مرافقه ويصلى فيه، وله إمام راتب وله مؤذن، هذا هو المسجد. أما المصلى المؤقت في الدوائر أو في غيرها فهذا لا يأخذ أحكام المسجد. نعم.